تطبيق المشي. هذا التطبيق بلش بمزحة وهسه صار جد. رح تعرف هالشي بس نخلص الفيديو. التطبيق اسمه سويت كوين، بحسب لك خطواتك اللي بتمشيها في بيتك، بشغلك، بالحارة، وين ما كان. هو مربوط مع موقعك الجغرافي من موبايلك. إذا جمعت خطوات كثير بصير معك عملة اسمها عملة سويت كوين، وهي عملة رقمية مشفرة، وبشهر 9 القادم يعني بعد شهر رح تنزل هالعملة على منصات الإكستشينج للعملات الرقمية ويصير حقها مصاري، تقدر تبيعها وتشتريها وتتداول فيها، يعني زي البيتكوين. انت ما بتخسر إشي إذا نزلت التطبيق، وعشان تنزله بسرعة حطيت لكم الرابط عندي في البيو. ادخل على الرابط في البيو رح تلاقي التطبيق بهذا المكان، اكبس عليه مباشرة رح تطلع لك دعوة باسمي، اكبس على موافق ورح يأخذك على متجر التطبيقات، نزل التطبيق. الفيديو الجاي رح اشرح لك كيف تضاعف أرباحك من تطبيق سويت كوين وتبدل هاي العملة لك.